السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يلقصو دوا دا وركي سومالي تشانل ودك ايمان ايه ستوديا سدحاد ودك السودان ورك واحد لسو حسين دونا انو ابراهيم محمود شامع قد بدأ دورك ينقو داود دون تانا وحكم ينقو دونا حلبان دا بارلمان کا سومالي او كولون كو دي مغدش اللوغو قيبي اي موشين كردنا حكومة دا ريز وساري عبد ولي مدحوينة سومالي لان احمد محمد محمود سيلا يو حركة كتراي وسارة بوسطة إسكارسين تصومالي لان وصدو نيا اللح قوف ودلشدو تهي دلك كين يو لغو ديلاي دولاد كمقالة مندرا دولاد بوت لان او يودن وفت ودر دون تاكي قيب غالي دونا على مسار كا مامول كا عصوبة لو مقعابي مامول كا كونفور قلبايد دلك صوماليا مقالة قال كايو اي حارو تو قوال كامودك اي بوتلان وحا سيدرين لوغو سودو ويي وفتو وقامين اي قدوميا بارلمان كا بوتلان سودو وين تو وفتكا سينا وحا كغيب غلاي قيبا هكا لدوان اي مامول كا قوال كاسي افيان كا مامول كا توبا اي اشير شرا اي دوكو غبتا مقالة نيروبي وحا وكاور بحي اي سفر كي سيوكو تاقي اسو تاقي عمارات كا عربتا اي سوكو دنكا كلانا شاقي حسينا هالكا اي مارو اسو تقالة اي كولتران حركة دار شباب hoganka dhaqanka gobolada galbeed ee Soomaaliland shir jiraayay oo ku qabtay magaalada Buurama ay ka soo saareen qodob la xiriira in la ilaaliyo amaanka iyo waliba xasiloonida Soomaaliland qodobadaas iyo qodob kale ay ku daawan doontaan warkeena balse markii hore qadar iyo adeeg bulshada